السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم إخواني محمد الزعابي. اليوم نحن في منطقة الروضة في محضة أمام هذا المحصول، محصول حبة البركة. ورد عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: حبة البركة شفاء من كل داء إلا السام. شهر 11 هذا أنسب وقت لزراعتها، وتكمل لها 4 شهور تقريبا إلى فترة الحصاد. حبة البركة تفقد قيمتها الغذائية والطبية مباشرة من بعد الحصاد، يعني تتأثر بالضوء، تتأثر بالرطوبة، تتأثر بالهواء، تتأثر بالأشعة الشمس. فبالتالي نحن سعينا على أن نحن يتم الحصاد مباشرة، وتخزن في علب معتمة. المساحة المزروعة هني هذه 1200 متر تقريبا، ربع فدان، من 450 إلى 500 كيلو للفدان الواحد. المحلي اليوم أنت بتزرعه وقد تشتري أنت من المزرعة مباشرة وتعرف سنة إنتاجه. كثير من البذور اللي زرعناها كانت ميتة، يعني هذه الله أعلم كم كان عمرها أو كيف تخزنت. الغاية من زراعة حبة البركة اللي هو الاستخدام الطبي. يوميا الجرعة تكون حبة واحدة تكفيه للاستخدام الطبي لفترة محدودة، يعني استخدام شهر استخدام. أما إذا بيطول فترة طويلة لا، يظل على اللي هي حدود 10 أو 7 حبات فقط.